السيد والي ولاية تمرست المحترم، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي ولاية تمرست المحترم، السيد مدير جامعة تمرست جامعة أمين العقال الحاج موسى آقا خاموك، الدكتور أحمد أو الأستاذ دكتور أحمد عظيمي، أستاذ دكتور سعيد قاسمي، ممثلي السلطات المدنية والعسكرية أو الأمنية في ولاية تمرست، إخواني أخواتي أساتذة وطلبة جامعة تمرست، أعيان ولاية تمرست المحترمين، أهلا بكم بيننا. في البداية أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد والي ولاية تمرست الذي لم يتردد لحظة في احتضان فكرة هذه الندوة التي نعتبرها مهمة جدا. إذن شكرا لكم سيدي الوالي، وطبعا من خلال السيد الوالي الشكر موصول لكل السلطات المحلية في ولاية تمرست، كما أتوجه بخالص التقدير للسيد مدير جامعة تمرست ومن خلاله لكل فرد من أفراد هذه الجامعة المحترمة الذين احتضنونا أجمل احتضان، احتضنوا الفكرة واحتضنونا كأشخاص. كما أتوجه بخالص الشكر والثناء لزميلاتي وزملائي في إذاعة تمرست الذين بادروا بهذه الفكرة الجميلة. باختصار أقول أن ونحن في شهر نوفمبر المبارك، شهر نوفمبر الذي ذكرنا بكل ما قدمته الجزائر عموما وبكل ما قدمته هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا على مذبح الحرية وعلى مذبح استرجاع السيادة الوطنية، نترحم على شهدائنا الأبرار وندعو بطول العمر لمجاهدينا الأخيار. إذن في هذا الشهر المبارك نتذكر بأن الإذاعة الوطنية مرتبطة ارتباطا عضويا بكل هذه النضالات بكل هذه التضحيات، هي تضحيات من أجل الوصول إلى الحالة التي نحن فيها الآن في الجزائر، حالة السلم، حالة الأمن، حالة الاستقرار. الإذاعة الوطنية سنة 1956، السنة التي أطلقت فيها الإذاعة السرية من أجل المساهمة في تحرير هذه البلاد، تحرير البلاد، تحرير هويتها، تحرير اقتصادها، تحرير جغرافيتها، وأيضا الانتقال بها من حالة الظلم إلى حالة العدل، من حالة الاستعباد إلى حالة السيادة، ومن حالة الحرب إلى حالة السلم. إذا أعتقد بأن من بين التفاصيل التي يمكن أن نسجلها في شهادة ميلاد الإذاعة الوطنية هو تفصيل مساهمتها في نقل هذا الشعب، في نقل هذه المنطقة، في نقل هذه في نقل هذا البلد من حالة الحرب إلى حالة السلم. يمكن أن أتحدث ساعات في هذا الموضوع، ولكنني باختصار أقول بأن الإذاعة الوطنية من أجمل صور التعايش فيها أنها من وسائل الإعلام النادرة التي تلتئم وتجتمع فيها كل أو لغتي هذا الوطن، الأمازيغية والعربية، اللغتين الرسميتين والوطنيتين، ولكن أيضا
تجتمع فيها لغات أخرى، الفرنسية والإنجليزية والإسبانية على الأقل. في الأمازيغية تجتمع فيها كل تفريعات اللغة الأمازيغية، وأعتقد بأن ساكنة تمرس تشهد على ذلك. هم يستمعون إلى إذاعتهم وهي تنطق بتمشاق، وعبر إذاعة إفريقيا أفام هذا المولود الجديد الذي ولد من رحم أيضا من رحم هذه المنطقة، من رحم هذه الولاية العزيزة على قلوبنا، هذه الإذاعة تنطق تقريبا بثلاث تفريعات للغة الأمازيغية اللي هي تمشاق والهوسا والبومبارا. هي من أجمل صور التعايش، التعايش بين اللغات، التعايش بين الثقافات، من أجمل صور التسامح والتعايش أيضا، هو ما تبثه الإذاعة الوطنية من أفكار الدولة الجزائرية. نحن في الحقيقة ننقل عقيدة الدولة الجزائرية، نترجم أفكار الدولة الجزائرية اللي هي، والكل يعلم هذا والكل يشهد على هذا، بأنها أفكار في بعض الأحيان سابقة لزمانها في مجال الدعوة إلى التعايش، في مجال الدعوة إلى التسامح، في مجال الدعوة إلى التحام الشعوب حتى تكاد تكون شعب واحد. وهذه المنطقة، هذه الولاية بالإضافة إلى ولايات أخرى، وعبر الإذاعة الوطنية أيضا اللي هي موجودة في تمرست وفي إليزي وفي أدرار وفي إن صالح وفي إن قزام وفي برج بج مختار، الإذاعة الوطنية موجودة في كل، تغطي كل هذه المنطقة. هذه المنطقة كانت وستبقى أعتقد دائما مفتوحة لكل المناطق الأخرى، هي بوابة الجزائر على إفريقيا. أدعي بأنه في هذه المنطقة الكثير من الجنسيات، ومعنا السيد قنصل دولة مالي العزيزة في هذه المنطقة ربما يشهد على ذلك. إذا كان المنطقة فيها دولة قنصل تاع دولة مالي، لأنه إخواننا من دولة مالي موجودون، وأعتقد أنه قناصل آخرين موجودون، ربما دولة النيجر، لأنه إخواننا من دولة النيجر موجودون، لهم ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات. كل هذه الصور الجميلة تنقلها كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة الإذاعة الوطنية عبر قنواتها الوطنية، عبر قنواتها الموضوعاتية، وعبر محطاتها الجهوية، ومن أقدم هذه المحطات محطة تمرست. أختم بأن أقول يأتي المولود الجديد اللي هو إفريقيا أفام. إفريقيا أفام هو مركزين في الحقيقة، توأم، مركز في العاصمة ومركز في تمرس. هذه المحطة أو هذه القناة الإذاعية، هذه الوسيلة الإعلامية، هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة في الجزائر وربما في القارة كاملة التي توظف إخوة من القارة، نفس القارة التي ننتمي إليها، توظف ما لا يقل عن 14 جنسية إفريقية. فتحولت الجزائر داخل هذا المشروع إلى جنسية من باقي الجنسيات الإفريقية، وأردنا من خلال هذا المشروع أن نعطي صورة أخرى جميلة مما يجب أن تكون عليه العلاقة، علاقة التلاحم بين كل الأفارقة، والجزائريون جزء من هذا الشعب الإفريقي. أعتقد والكل يشهد على هذا بأن إفريقيا هي بالنسبة للجزائر عقيدة،
الجزائر أسمح لنفسي بأن أقول هذا، الجزائر عمرها ما تعاملت مع القارة الإفريقية بمنطق المصلحة. الجزائر دولة كبيرة فعلا في إفريقيا، اقتصاد قوي، ديموغرافيا قوية، ولكنها عمرها ما تعاملت مع إفريقيا بمنطق المصلحة، بمنطق التعالي، بمنطق السيطرة كما تفعل دول أخرى. ويشهد على ذلك ما قرره السيد رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة، والغلاف المالي الذي خصصه لمساعدة بعض إخواننا المقهورين في القارة الإفريقية. في مجال التربية، في مجال الصحة، في مجال الخدمات الاجتماعية، وعمرها الجزائر ما طلبت مقابلا على ذلك. إذن تأتي هذه الندوة ربما لتمنحنا بعض الصور على هذا الجمال، على هذا الجمال الإنساني في عصر نعيش فيه مع الأسف الشديد بعض مظاهر الحيوانية، سمحوا لي على العبارة، مع الأسف الشديد مشاهد تصدمنا بأن الإنسان قد يتخلى في بعض الأحيان عن إنسانيته ليصبح أقرب إلى الوحشية منه إلى الآدمية، وما نشاهده كل يوم من صور تدمي القلوب وتدمع العيون، من معاناة إخواننا وأخواتنا وأبنائنا في غزة الجريحة وفي فلسطين الأبية، صور تصدمنا وتذكرنا بعض الأحيان نحاول ننساو بأن الإنسان قد يتخلى في بعض الأحيان عن آدميته ليقترب حد الالتصاق بالوحشية. الإذاعة الوطنية اليوم وكما تعودت، ويدخل ذلك في مسار قيم ومبادئ الدولة الجزائرية، اليوم تحاول الإذاعة الوطنية أن تساهم في نقل الصور الحقيقية لهذه البشاعة، في نقل الصور الحقيقية لهذه الوحشية. جزء كبير من هذه الحرب يجري في فضاءات إعلامية وكلنا يلاحظ ذلك. تحاول يائسة الكثير من وسائل الإعلام الغربية اليوم، تحاول أن تقول بأن ما يحدث في غزة هو حق من حقوق الكيان الصهيوني، بأنه في فلسطين هناك جلاد هم أطفال فلسطين، هم نساء فلسطين، هم شيوخ فلسطين، هم عجائز فلسطين، هؤلاء هم الجلاد، وبأن الضحية هو نتنياهو وجنرالات جيش الكيان الصهيوني. من خلال ما تقدمه الإذاعة الوطنية إلى جانب أخواتها من وسائل الإعلام الشريفة عبر العالم، نحاول أن ندفع هذا البلاء الإعلامي عن شعبنا الفلسطيني الأعزل المظلوم المقهور. وبدأ جزء كبير من الرأي العام العالمي بدأ ينظر إلى الحقيقة بأن الجلاد في هذه القضية هو الكيان الصهيوني، وبأن الضحية هو شعبنا الفلسطيني الأعزل. هي صورة أخرى من صور دفاع الإذاعة الوطنية عن القضايا العادلة على هذا الكوكب، ومن أعدل عفوا هذه القضايا هي القضية
الفلسطينية هو شكل أيضا آخر من أشكال الدفاع عن الحرية، حرية الشعوب، الدفاع عن السلم في هذا العالم عبر الدعوة إلى إعطاء المظلوم حقه ورفع القهر عن المقهورين. إذن سمحوا لي أن أطلت، حاولت أن أمسح بشكل سريع موضوع هذه الندوة. أشكر الأستاذين أحمد عظيمي اللي جبناه لكم من العاصمة وهو أشهر من نار على علم، أستاذ متخصص في علوم الإعلام والاتصال، وأشكر أيضا على الأستاذ الدكتور سعيد قاسمي من جامعة تامر رصد على قبول دعوة المشاركة في تنشيط هذه الندوة. في الأخير أجدد الشكر للسيد الوالي، للسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، للسيد مدير الجامعة، للسيد قنصل دولة مالي في تامر رصد الذي قبل هذه الدعوة مشكورا، كما أشكر كل الحضور وأتمنى لهم استفادة إن شاء الله ولو بسيطة من خلال هذه الندوة. الشكر موصول إلى كل مستمعينا في تامر رصد. عاشت الجزائر حرة، عاشت الجزائر سيدة، عاشت الإذاعة الوطنية رافدا من روافد السلم والأمن في هذا الوطن، والمجد والخلود لشهدائنا الوطنيين.